خالد فدى الشاطئية. اليوم في بطولة أولمبية بشارك فيها فريق الشاطئية للفلسطيني، واللي حاصل قبل هيك على ميداليات برونزية وترتيب متقدم على صعيد منتخبات آسيا. للمرة الرابعة بتم رفض إعطائه تنسيق للخروج للمشاركة في البطولات، مما أثر على ترتيبه في البطولات المختلفة اللي بنظمها الاتحاد الدولي الآسيوي الأولمبية، وهذا مردوده عكسي على الرياضة الفلسطينية وعلى المستوى اللي احنا كنا بنأمل وبنطمح انه احنا يكون ترتيبنا متقدم على صعيد الاتحادات الآسيوية في مجال هذه اللعبة. ولكن هذا المنع المتكرر لعدم القدرة للمشاركة أدى إلى تراجع. احنا بنأمل من خلال هذه الوقفة أن احنا صوتنا ينسمع على صعيد كل هذه الاتحادات وهذه الأجسام الرسمية الدولية والآسيوية، وبقدر المستطاع يضغطوا على الجانب الإسرائيلي أن كل هالممارسات هذه يلغيها، وإحنا نأخذ حقنا الطبيعي أسوة بكل المنتخبات وكل اللاعبين في العالم في حرية التنقل والمشاركة في البطولات المختلفة.